طب الشاشة. نعمل ايه في الكبار بقى؟ يعني حضرتك بتقولي ايه من اول 8 سنين صح لما لحد فوق، سننا اه لحد لحد ال20 سنة لا زي لا ما لحد كبر تفصليه، هي بتقول تفصليه شوية ياخد لا بريك. لا هي بتتكلم على السن أنا دلوقتي لا فوق ال8 فوق ال8 زينا ايوه مشكلة نسوية مالهاش علاقة بالطفولة دلوقتي يا شباب يا جماعة، يعني حسستني ايوه احنا اصحاب ال20 حاجة مش مظبوطة يعني ايوه لا 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 احنا اصحاب ال20 اوكي احنا اصحاب ال20 لا قصدي بقى الكبار اللي هم التينيجرز او المراهقين صحيح دول، ولما بالذات بقى بيبقى ولد وصعب وعنيد ده ازاي اشيله يعني من الحاجات دي؟ بص يعني هو ماسك اصلا التليفون في ايده 24 ساعه، كلهم تليفون او بلاي ستيشن، ساعتين ونص مين حضرتك ده خليني بيبقى اقول لك على حاجه صاحي وانا من انصارها جدا. عايزه تستغلي طاقه المراهقين اللي انت بتتكلمي عليهم اللي هم 18 بيلعبوا ولا 15 رياضة. لا لا بعيده عن الرياضه خالص، انا جايلك من مكان ابعد، منتظمين في الرياضه جدا والله، جايلك من مكان ابعد هتتفاجئي. انا مبسوطه قوي على فكره بالحوار خليهم يشتغلوا فتره الصيف، وقفي مصروف طب وفتره فتره الشتاء هسمعك وانا هسكت والله. شتاء دراجه شتاء وصيف مصروف. لا 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 هقول لك على حاجه، ما احنا لما بنيجي نسحب لا الاجهزه انا عاجبني الكلام وقفي المصروف ده اتفضلي. لما بنيجي نسحب الاجهزه الالكترونيه شرط اساسي تحطي اي نشاط ونشاط ياخد من وقت الطفل ويخليه مركز او المراهق اوكي. احنا مرحله المراهقه عايزين نعلمه ان هو يتولى مسؤوليه نفسه. فوالله جالي ام بتقول لي 14 سنه وبقول له ما انت عندك مصروفك، بيقول لها انا ما بشتريش بالحاجات التافهه دي اشتريها انت. طب حلو قوي، طالما انت يا ابني الناس شايف ان هي مصروف مش هصرفه في حاجات وانا مش هحط فلوسي في حاجات تافهه بالظبط. فنقطه من اول السطر، شرط اساسي ان ابني ينزل يشتغل في مرحله المراهقه اي حاجه بسيطه ياخد منها وليكن 20 30 جنيه في اليوم. ده انا بقول مثال ضعيف جدا اوكي. الوقت اللي انت بتشتغل فيه في الصيف انت بتحوش للدراسه، هتجيب منها الحاجات اللي انت نفسك فيها في فتره الصيف او في الدراسه صحيح. يعني يعني اسمها ايه، مستلزماتك الاساسيه انا بوفرها لك اللي هي الاكل والشرب والمصاريف على التعليم اوكي. والله ممكن اجيب لك طقم مثلا واحد كل شهر. انت بقى عندك تطلع، انا شفت شوز في رجل صاحبي او صاحبتي عايزاها، حبيبتي لسه جايبه شوز امبارح او الاسبوع اللي فات، خلاص حوشي وهاتيها اخر الشهر. يبقى انا بلجم فكره سقف التوقعات اللي هم رايحين بيه وما بيقفش. يا ريت الناس تسمع قوي دكتوره سهام بتقول ايه والله العظيم الكلام ده مهم جدا جدا جدا، وفي ثقافه دول كبيره ودول متحضره صحيح. بيربوا اولادهم بالطريقه وعلى دي. فكره عايز اقول لك على حاجه شخصيتهم، يعني يطلع بيشتغل من صغره بيطلع راجل متحمل مسؤوليه ويحس بقيمه القرش، خليه ينزل معاك يشتري حاجه البيت عشان يعرف هيشوف بقى وهيفلتر الحاجه التافهه من اللي مش تافهه اوكي. حاجه كمان في الناس عايزه تكملي اجابه حضرتك، انا اسفه ان انا بقاطعك، عن تنظيم الوقت مع وجود طفل تاني بالنسبه للطفله اللي هي حاضر. عندها 5 سنوات يا مدام ياسمين ما تنسيهاش. لا لا انا هجاوبك والله، انا فاكره انا فكرتك بسؤالك لا النقطه هنا كمان في استثمار الفلوس، اللي هي نقطه ان انا عارف قيمه الشيء، وفي نفس الوقت الامهات تعملي ازاي. طب افرض يشتغل في فتره الصيف وجي في الدراسه وقال لي طب انا ادرس ليه، ما انا في فلوس دخلت لي اوكي، فيبدا ان انا ما اعملش الموازنه دي. لا هو شرط اساسي ان الشغل في فتره الصيف بس، اتفق مع المكان اللي هو بينزل يشتغل فيه او مع المشروع فيه. حبايبي كده عيال صغيرين يعني شباب كده صغنن 14 15 سنه جمعوا من بعض وعمل مشروع، المشروع ده هيتوقف في اخر شهر 8 لان انت هتجهز نفسك في بدايه شهر سبتمبر. أيوة. ازاي بقى اوفق ما بين طفلين، الطفلين لو اعمارهم متقاربه مع بعض حضانه لا 5 سنين وسنه الاثنين. انا بالنسبه لي السن اللي تحت ال8 سنين لو في عندي حضانه بتعملي سمر كورس او انشطه صيفيه او نوادي بتعمل انشطه صيفيه احط الاثنين في المكان ده، خصوصا لو انا ست ما عنديش طاقه وما عنديش انشطه اقدر اعملها في البيت مع العيال. أيوة. فهم قاعدين في البيت بيعملوا معاكي ايه؟ انا دايما بسال الام كده تقولي قدام التلفزيون. والله يعني السنه ده قاعد قدام التلفزيون ده انا بعمله تاخر لغوي، ده انا بعمله مشاكل في التركيز والانتباه. يبقى ستوب، نزليهم حضانه. السنه ده هينزل حضانه يا سهام بس مش هيقعد 8 ساعات، ممكن يقعد ساعتين. في ناس يا دكتوره سهام بيخافوا موضوع الحضانه ده في حاجه في سن صغير، بيقول لك بيجيب يرجع كل اسبوع عيان. يبقى اقعدي في البيت اعملي انشطه وطول الوقت انت بتلاغيه وبتتكلمي معاه لحد ما الكبير يرجع.